سلام مليون سلمى، سلام. صحفية بإذاعة إيد راديو. سمعنا أخبار أنه كتقول أن منال بوشليخة غادي تقوم بافتتاح تكون بين النجوم اللي غيفتتحوا كأس العالم في قطر. بغينا نعرفوا صحة هذا الخبر، كاين ما كاينش ولا كاين جزء منه صحيح؟ المهم نورينا. مشرفين، صراحة ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال حيت سي كونفيدونسيال فور لو مومون. والحاجة الوحيدة اللي نقدر نقول إن شاء الله هو فاش غتكون شي حاجة أنا الأولى غادي نقولها لكم. أو توكا بور لو مومون سي كونفيدونسيال، مي إن شاء الله خير. كونفيدونسيال ما كاينش شي حاجة، الله أعلم. شكرا منال. سؤال ثاني. سلام ريم لوسيتان فوغاليا. البارح شفنا لي زارتيست اللي غادي يكونوا في مرشحين الأفريما، شنو تبغي تقول منال لجمهورها والناس اللي كيأمنوا بالموهبة ديالها فيكو أنك مرشحة للأفريما؟ الحاجة اللي نقدر نقول هو إلى الناس بان لهم بأنني كنستاهل هاد الجائزة، كسوا Artist of the Year ولا Best Female Artist في North Africa، يصوتوا عليا حيت نورمالمون سي لو بوبليك اللي كيصوت على الارتيست اللي كيبغي. وشرف لي نكون نوميني هاد العام حيت كنت نوميني من 2015 حتى 2022، دونك هذا شرف لي وافتخار نكون حاضره مع لي نوميني. شكرا. سؤال ثالث. Hi, Hilba, Express English. But now, how does being managed by your husband do anything makes you different from other artists who wouldn't normally be managed by family or people they consider friends? Like, how does this add value to you being managed by them? نجاوبك بالعربية ولا بالانجلي؟ اوكي، نجاوبك بالعربية. صراحة عندي الزهر اللي يكون الزوج ديالي هو المنتج ديالي، حيت حنا كاملين عارفين بان هاد لو دومين صعيب سورتو بالنسبه للمراه المغربيه. هو فيها لي كوتي بوزيتيف وفيها لي كوتي نيجاتيف، حيت الزوج ديالي كيعرف عليا كلشي وكنكون دي فوا تري سوسيبتيبل فاش كيقول لي شي حاجه. سي فري كو ما غاديش نتقبلها منه بالطريقه اللي غنتقبلها من شي واحد انكونو، ولكن هو اقرب انسان ليا، اللي ما بروتيج كيبغي لي الخير كيف ما كيبغي راسو. دونك بالنسبه ليا كنكون حاسه براسي مرتاحه 100% باش نقدر نركز غير على الله ديالي. ايتر ماناجي بار انيسا جلاب سي ان اونور. انيسا امراه مغربيه كتبغي المغرب وكتموت على المغرب، وواخا عايشه في بلجيكا ولكن بالنسبه ليها المغرب هو لا بريوريتي. و ترافاي افيك دي جون لي كيفهموني وباغيين يكبروا بالموسيقى المغربيه وباغيين يكبروا بالتراث المغربي. شرف ليا كبير وان شاء الله الخير مازال جاي لقدام. السلام عليكم، معكم محمد العسرين من دار 21. شفنا اليوم غيكون شاب خالد في فلسطين، واش مالا ما كتفكرش في دير شي فيديو مع شاب خالد؟ وإلا جاتك الفرصة شنو واش غتقلي دغيا واش غتفكر ديري شي فيديو معاه؟ شاب خالد ارتيست كنبغيو كاملين وكنقدروه كاملين، والحمد لله اليوم جو ريبريزونت بلادي في الانترناسيونال. وبالنسبه ليا سي لا سويت لوجيك الا درت ديو مع شاب خالد. بيان سور ما كرهتش ندير معاه اغنيه، وان شاء الله اليوم تنتلاقاو ونشوفو كومون سا فا سي باسي. سؤال مالي. السلام عليكم، اكرام صحفيه في جريده طلع. شنو الاعمال ديالك اللي غتقدمي لينا في السهره؟ واش غنشوفك لوحه مشاركه مع الشاب خالد؟ اليوم لو شو ديالي غادي يكون شو فيه اكسكلوزيفمون الاغاني ديالي، دونك غادي نغني الاغاني اللي كتعرفوا ديالي كاملين. واش غادي تكون لوحه مشتركه مع شاب خالد؟ لا. سؤال. السلام عليكم، مها الفطاني صحفيه بجريده بلاد 24. اولا تبارك الله عليك. ثانيا السؤال ديالي هو كاع المتتبعين ديالك من البدايه كان عندك واحد لو ستيل
كاينه هو شبابي زوين فيه واحد الريتم لي سريع الى بغينا نقولوا دابا تنشوفوا مالك واحد لو ستيل اللي هو مغاير ناحيه نقدروا نقولوا تراديسيونيل اكثر طريقه اختيار المواضيع هذا هو السؤال بغيت نعرف مالك طريقه اختيارها المواضيع كيفاش كتنتقي المواضيع ديالها وحتى الطريقه باش كتبين داك دوك المواضيع الطريقه اللي هي سبيسيال كيفاش كتخدمي على لي كليب ديالك في هاد جوج ديال الزوايا وشكرا. نجاوب على السؤال الاول ديالك ديال كيفاش كنختار المواضيع ديالي. كنحاول نشوف شنو واقع في لونفيرونمون ديالي كنحاول نشوف باش كيحسوا الناس حيت الحمد لله عندي واحد الميزه نقدر نقولوها هو لامباتي ستادير كنحس داكشي اللي كيحسوا به الناس واخا ما نكونش انا حاسه بهذاك الموضوع لما نكونش انا عايشه هذاك الموضوع. دونك كنهضر مع الناس كنشوفهم شنو عاشوا كنشوف لي زيكسبيريونس اللي عاشوا كنشوف الحوايج زوينين والحوايج الخايبين اللي قدروا يدوزوا عليهم في حياتهم وهادشي اللي كيخليني نتانسبيرا باش نكتب الاغاني ديالي. مزيان اللي جبتي هذا الموضوع هذا حيت كانوا بزاف ديال التساؤلات بارابور العاري اغنيه اللي كتبت على ود العنف ضد المراه وكانوا سولوني بعض الناس واش انا تعرضت للتعنف كيوم ما عمري ما تعرضت للتعنف ولكن ماشي حيت انا ما عمري ما تعرضت ليه وما غاديش نهضر على هذا الموضوع هذا حيت كاين بزاف ديال النساء ما لقاوش شكون اللي يهضر في بلاصتهم كاينين بزاف النساء ما كيرضاوش يهضروا على هذا الموضوع هذا دونك فريمون كنحاول نهضر في بلاصه هاد الناس كنحاول نتانسبيرا من شنو واقع من شنو اللي كنشوف قدامي. بالنسبه للكليب في الاول فاش الله بديت كنت كندير لي كليب كي قلتي شبابيين كنت انسبيرا بزاف من شنو واقع اليترانجي ولكن فاش كبرت فهمت بان لا فورس ديالنا هو الثقافه ديالنا والتراث ديالنا والدم ديالنا حنا مغاربه خصنا نكبروا بالمغرب خصنا نكبروا بالثقافه ديالنا ولا ما درناش هادشي ما كاينش واحد غادي يديروا في بلاصتنا. دونك بالنسبه ليا اهم حاجه ولوبجيكتيف الحالي والمستقبلي هو نعطي انكور بلوس دو فالور للتراث المغربي والثقافه المغربيه. شكرا منال. وسؤال والي شكرا جزيلا لحضورك. اخر سؤال شكرا. مرحبا منال احمد حسني قناه الستار. اظن انك من الفنانين اللي دخلوا لمجال عالم الاعمال والاستثمار فكيفاش كتوازني بين هاد العالمين نتاع الاستثمار والغناء واش شيء ايجابي بهذا الطريق اللي يعني نقول شغلتي فيه شنو يعني السلبيات والايجابيات ديالك؟ انا بالنسبه ليا المراه خاصها تكون انديبوندون باي طريقه حيت مزيان ان كوبل يكون كيتعاون مزيان يكون الراجل خدام ولكن المراه خاصها تكون خدامه ودائما انديبوندون. علاش؟ حيت الزمان اللي كنعيشو فيه زمان صعيب بزاف خاص التعاون. دي فوا انا كبرت مع واحد الام اللي فاش مات الوالد ديالي الله يرحمه كانت خدامه دونك هي اللي قدرات تقرينا وتكبرنا وتصرف علينا. وبالنسبه ليا كون ما كانش الام ديالي خدامه ما كنتش كنعرف لا سيتوياسيون كيفاش غادي تكون دايره. دونك استثمار ولا الخدمه مهمين بزاف بالنسبه لاي انسان كاين في المجتمع وسورتو المراه المغربيه. بالنسبه ليا اوطون كارتيست الاستثمار شي حاجه اللي كتبان ليا عاديه حيت لاندستري مازال شويه لي با كامله 100% هنايا في المغرب. دونك ضروري الواحد خاصو يفكر في مدخول واحد اخر ديال الرزق. وبالنسبه ليا بالعكس ما فيها حتى شي عيب شي حاجه اللي سي فري كو ماشي سهله ولكن بالنسبه ليا اي واحد خاصو يفكر في الاستثمار. شكرا جزيلا منال. شكرا جزيلا للحضور الكريم. اذا موعدنا على الساعه 9 مساء في مساء سؤال وانت سؤال اخر مرحبا تفضل. السلام عليكم مرحبا بكم دابا من واش ما كتفكريش تعملي مع كتاب الاغاني كتاب كبار خصوصا انه الكل تقريبا كاين الاجماع على هاد الاغنيه الشبابيه كتعيش واحد النوع من التدني في تناول مجموعه من القضايا اللي نتوما كفنانين شباب تعطي واحد النموذج للشباب المغربي انهم تكونوا قدوه ليه. واش ما كتفكروش تتعاملوا مع كتاب تكون عندهم اغاني هادفه في تنميه الذوق ورفع المستوى ديال الذوق الفني عند الشباب؟ شكرا للسؤال ديالك.
كنظن بان المستوى ديال الموسيقى الشبابيه مستوى مزيان زعما الحمد لله ما عمري ما عانيت من شي مشكل بارابور لمستوى الاغاني ديالي وكنظن بان المستوى ديال الاغاني الشبابيه كامل واعر حنا كنتبعوا بزاف ديال لي زارتيست جون اللي كيكتبوا مزيان كيلحنوا مزيان اللي كيديروا كلشي راسهم اللي كيصوروا كليباتهم اللي كيديروا المونتاج لي طالوناج اللي كيديروا كلشي دونك بالنسبه ليا الحمد لله ما كاينش مشكل في بالنسبه لو نيفو واش كنفكر في التعامل مع الكتاب علاش لا بالعكس انا بالنسبه ليا خاص كل واحد يحاول يخدم مع احسن واحد في الدومين ديالو الا قدرت نطور من راسي وما قدرتش نكتب شي موضوع بيان سور غادي نمشي نبغي نخدم مع احسن واحد باش يقدر يعطي قيمه اكثر للموسيقى ديالي والاغاني ديالي مي الصراحه كتجيني صعيبه شويه علاش حيت انا كنكتب وكنلحن وكتجيني صعيبه نعطي هذه المهمه هذه لشي واحد واحد اخر يديرها في بلاصتي حيت ما غاديش يقدر يعبر على داكشي اللي غنعبر عليه انا براسي ولكن ما كنقولش لا زعما لي بورتيل سون اوفير ان شاء الله يقدر يجي شي نهار اللي نقدر نتعامل فيه مع كاتب ولا ملحن وانا دايوغ كنخدم مع فريق اللي كيعاوني في التلحين وكيعاوني في كلشي دونك ان شاء الله بوكو السلام عليكم معكم ايمان بدري صحفيه بمجله سلا فاطمه سؤالي للمنال واش تعرض عليك تكوني ضمن لجنه تحكيم برنامج الطالع ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال حيت كي قلت كاينين شي مواضيع كنكونوا ساينين عليهم دي كونطرا دو كونفيدونسياليتي وما نقدرش نجاوب على شي حاجه اللي ما كنكونش فيها بوحدي لو بيرسوناج برينسيبال الا كانت كاينين بزاف الناس اي سون انكلو في هذا السؤال هذا صراحه ما نقدرش نجاوب على السؤال ديالك مالك من دابا واحد البوست ديالك فاس انجلش سين ذات يو ار غانا بيرفورم وي كومنتد سين نو Were you hinted at something else? Were you talking about Venice? No. Can we be the first to know once you try to announce what it is? مرحبا. Thank you. Have a good day. الجديد ديالي كنوجد الالبوم ان شاء الله المقبل ديالي هذا هو الجديد صراحه غادي نحاول نتكونسونطرا انكور بلوس على الموسيقى ديالي وعلى الفن ديالي وكنتمنى ان شاء الله باش يخرج هذا البروجي يعجبكم كامل شكرا جزيلا شكرا جزيلا منى على كل اللي خصك لينا وعلى اجابتك على جميع الاسئله ديال الحضور وكنعطيكم موعد على الساعه 9 مساء بمنصه ويب سوسي لحفل هذا اليوم الذي ستحيي الفنانه منى شاب خالد والرابر صلاح شكرا جزيلا الفرصه قديمه بحمد الله